الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة على مستوى الجمهورية. السيسي يطلع على مشروعات الشركة العربية العالمية للبصريات في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية. رئيس الوزراء يؤكد أن أجهزة الدولة تتحرك في اتجاه إحداث انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس السيسي باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة. ووجه الرئيس السيسي أيضا باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى لاستغلالها سواء بالتطوير العمراني أو السكنية أو الخدمية، ويتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين. اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة، وذلك لاستعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية. وقد وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يساهم في استغلال المواد الخام توفر محليا والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، كما وجه سيادته كذلك بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملي والفني في إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة، وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى في تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أجهزة الدولة المختلفة تتحرك في اتجاه إحداث انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع الحكومة الأخيرة بعدم السماح لأي جهة بالدولة بالقيام بزيادة أو فرض أو تعديل أي رسوم أو مقابل خدمات إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء مباشرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي اليوم بميناء الإسكندرية في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية، وخلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركية عن السلع والبضائع بالميناء تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي. وأضاف مدبولي أن الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بعمل نقلة نوعية في الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن الساعات القادمة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة في الموانئ المصرية. أوضح مدبولي أن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 23 منه شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار. كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه، مستدرجا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر. أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة المنوفية، مؤكدا أن التأمين الصحي يشهد تطورا كبيرا في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين. جاء ذلك خلال جولة الوزير للمنشآت الطبية بمحافظة المنوفية. وأكد الوزير أهمية مستشفى الهلال التأمين الصحي حيث انتفع منه 1.5 مليون مواطن خلال عام 2022، مشيرا إلى أن المنظومة التأمينية تخدم نحو 1.4 مليون منتفع من إجمالي 4.8 مليون نسمة. اطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية. المزيد في التقرير التالي. اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد واحتفال الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد، وتم رفع درجة استعداد وتأهب القوات إلى الدرجة القصوى. خطط التأمين التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية ترتكز على الانتشار الواسع للقوات ذات الجاهزية العالية واليقظة الأمنية على كافة المحاور والطرق وأمام المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت السياحية
ودور العبادة الموجود أمامها ارتكازات أمنية تتسم بالاحترافية مع إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إليها، بما يسهم في الانتقال السريع للقوات للتعامل مع المواقف الطارئة. وتتسم القوات المكلفة بالتأمين بالكفاءة العالية، بما يمكنها من التعامل السريع مع مختلف المواقف والمستجدات الأمنية. كما تنتشر الخدمات الأمنية في أماكن الاحتفالات التي يقصدها المواطنون في الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وتشهد كثافة وزحاما من المواطنين، وذلك لبث الطمأنينة والأمان بمحيط تلك الأماكن. بهذه الجاهزية والاحترافية الأمنية، تؤكد وزارة الداخلية أنها مستعدة دائما لتأمين كافة الفعاليات والاحتفالات بصورة احترافية وحضارية تضمن الأمن والأمان لكل المواطنين.